مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من سيليبريتي عالسومرية. ضيف اليوم ضيف مهم، هو أحد نجوم الشباب الفن العراقي. رحبوا معي بسيليبريتي والسومرية مع الممثل علي كريم. أهلاً بيهاب، نورتني حبيبي. احنا العراقي لازم ثلاث بوسات، احنا لازم، هاي متعودين عليها. انت اول مره على الاعلام العراقي بلقاء مطول ايضا عنك. اي نعم، هذا اول لقاء ان شاء الله. اول لقاء. فانت جاهز؟ جاهزين، بما انه الجو ايضا حلو. اكيد. وانت اليوم ورده ويانا تذوق. اوكي، اعطيني على هالكاميرا. جاهز؟ جاهز. اعطيني على هالكاميرا. جاهز؟ جاهزين. واحنا جاهزين. تفضل. يلا. طبعا اليوم انا سعيد بحضوري ببرنامج سيليبريتي مع المبدع ايهاب العطيه. اليوم راح نسولف وندردش على هواي امور، وما نعرف شنو ضامننا ايهاب العطيه اليوم. واليوم الجو حلو وانتم حلوين، انتظرونا. حسام الرسام، اسماء صفاء، ملايين، بكر خالد، الكسندر علوم، والكثير من نجوم العراق. هذه التجارب اتاحت لك فرص معاهم جميله، هل كانت الكواليس حلوه مريحه او لا؟ كون والدك شخص سياسي وتعرض في بغداد إلى حادثة اغتيال، هذه الحادثة شنو أثرت عليك؟ وهل هي كانت السبب الرئيسي في الهجرة خارج العراق؟ أنت ليش مبتعد عن الإعلام بما أنه هم توصل لك دعوات لقاءات، ولا الظروف ما تسمح أنه أنت تتواجد في الإعلام كون الإعلام أنه هو انبثاقا من العاصمة بغداد؟ شوفاني حاليا، تعرفاني مقيم صار لي 10 سنوات بتركيا، فبعيد عن العراق، او نقول بصوره عامه صعبه انه ارجع للعراق حاليا. توجهت لي اكثر من دعوه على اكثر من قناه، اعتذرت من عدها، وحتى على السوشيال ميديا شوي بعيد عني، يعني من اللايفات والتفاعل على مو كلش اكتف. اي نعم، علما انه نجاحك يتطلب منك انه انت تكون اكتف اكثر. أكيد طبعا. أكيد. بس هو كل شخص وشايف من أنت يعني متطبع بشيء. أكيد. أنه صعب تغيره، بس إن شاء الله بمرور الأيام تغيره. مرور الأيام. أكيد. هدوءك هذا ما له علاقة بأخذك لأكثر من شخصية معينة، يعني أنت بالشخصيات اللي يشوفك غير يشوفك بالحقيقة، أنت بالحقيقة شوية هادئ أكثر. هادئ أكثر. قليل الكلام، إلا يتوجه لك السؤال يلا تجاوب، صح؟ فعلاً. طبيعتك هي هيك ولا الظروف إنه خلتك تكون بهاي الشخصية الساكنة؟ لا شوف، أنا طبيعتي من النوع اللي أحب الهدوء كلش. أحب الهدوء كلش. يعني. أنت أي برج؟ أنا برج الجدي. يا الجدي. أوكي. واللي معروف على برج الجدي هو شخص هادئ كلش. هادئ. شغوف بعمله، يحب النجاح، يحب الأضواء. كلش. تحب الأضواء أنت؟ أحب الأضواء. تحب الأضواء. أحب الأضواء. الأضواء اللي تمشي على مسار صحيح، إنه مبنية على طريق صحيح، مو الأضواء اللي تجي من وحي الخيال. عرفت شلون؟ اللي مبنية نقول مبنية على وهم. هاي الأضواء ما أعتبرها صحيحة. ما تحبها؟ ما أحبها. واللي تشوف إنه هو يحب هاي الأشياء، حرية الشخصية؟ كل شخص حرية الشخصية. أكيد كل شخص حرية الشخصية. كل شخص حرية الشخصية. تسوي سكيب ولا تشوف انه هو شنو دا يقدم، اللي هم هذول الناس وهاي الشريحه من الناس؟ انا ما انطي قرار، هذا يعني شخص. اوكي، تسوي سكيب. تسوي سكيب. اهتماماتك شنو؟ اهتماماتي انا اكثر شيء رياضه. احب الرياضه. احب الرياضه والمغامره بصوره عامه. الرياضه كمان للاجسام، يعني انه اشوف صورك كلها متصدره انه انت تحب تشتغل على جسمك، يعني أكيد. تحب الجيم. احب الجيم. وأكو هواي رياضات أحبها، يعني مو بس الجيم، السباحة. السباحة موهوب بصورة كلش يعني مو طبيعية بالسباحة. أوكي. ايه. غير السباحة؟ ركوب الخيل، يعني متعود كل شهر مرة أو مرتين أروح لازم. حلو. ايه، ركوب الخيل. يعني فارس. الحمد لله. الحمد لله. غيرها؟ والله هسه يعني صار 3 سنوات يعني الرماية. الرماية. مسجل بنادي مال الرماية هنا. حلو. يعني زين إنه أنت عارف انه انت شنو تريد من حالك، حمد. او وين تترجم نفسك او مواهبك او طاقتك. شوف، برج الجدي شخص مغامر. احب المغامره. يعني شخص اذا يروح بهذا الطريق انا اختار الاصعب. احنا نحكي عن الاعلانات، يعني الجدي هو عنيد جدا. عنيد. والبراسه براسه. قلت لي انه انا احب الرياضات. انت الاكل صاحبك، تعرف تطبخ ولا تحب بس تتذوق ولا شنو؟ ويا مطبخ يعجبك، المطبخ العراقي، الاسيوي، اللبناني، السوري، التركي.
أنا بصورة عامة قنوع، آكل كل شيء. تأكل كل شيء. تعرف تطبخ؟ أعرف أطبخ. تعرف تطبخ؟ إيه الحياة. أكل أكل يعني. لا مو ذاك الأكل، الأكل الشرقي بس أحب الأكل الشرقي. أحب الأكل الشرقي. ماكو أطيب من أكلنا العراقي. وعندك هذا ال كونك إنه أنت ممثل يعني وبالتالي إنه شخصية عامة. فعندك هذا الوهواس إنه ها زايد كيلو ها ما أعرف إيش ها كذا. وكونك إنه أنت تلعب جيم. أبداً. أبداً. فتأكل عادي ولا تعرف وين شنو تجد تأكل؟ يعني إذا ألتزم أقيس الوجبات. يعني شغلة زايدة ما أكلها. شغلة أحسها تضرني أو باليوم تخرب تمريني ما أشربها. حلو. إحنا محضرين لك نقول ريوك. حلو. ما شاء الله أيضاً يعجبك. تحب الأكل التركي أنت؟ أنا كنت هنا خلاص. أنا صار لي 10 سنوات متعودت عليها. على شايهم أكلهم كل شيء. أوكي. راح أروح أنا وياك أيضاً نتريك. وراح نحكي أيضاً من خلال الأكل هو السوالف. ويقول لك دائماً السوالف إنه هي تكون بإسهاب أكبر على الأكل. أكيد. تمام. تمام. دان. تمام. يلا. من على الكاميرا دان. دان. كنا هنا. دان. علي أريد أتعرف قبل لا أدخل وياك من خلال نجاحاتي قصص النجاح. أنت من وين؟ خريج شنو؟ عائلتك من وين؟ من أي مكان في العراق؟ وصالكم جد إنه أنتوا طالعين من العراق وليش؟ فتعرفني أيضاً بإيجاز حتى ندخل من ثم إلى مشوارك الفني. تمام. أني شوف أني من سكنة بغداد. من بغداد؟ من بغداد. كرخ ولا رصافة؟ لا كرخ. كرخ. من منطقة السيدية. أهلاً وسهلاً. حي الضباط. أوكي. موجود لهم تحية. وجه لهم تحية سكنة السيدية طبعاً على رأسي وكل سك أهل بغداد. طلعت من بغداد سنة 2015 شهر التاسع. بأسباب ولا بدون أسباب؟ شوف أكيد أكو أسباب. ماكو شيء يجي بدون سبب. أنا كملت السادس علمي هناك ودخلت همينة جامعة سنة أولى بس ما كملتها. طيب. ما أريد أذكر الجامعة لأن العلمي مو يم القانون، فأنا دخلت السنة الأولى قانون. أوكي. وعفتها لأن أنت بمخيلتك شيء ثاني. فعفتها وراها طلعنا تركيا. حتى المحطة الأولى إسطنبول؟ كانت. كلكم كعائلة يعني؟ جينا كنا كعائلة بس البعض من عائلتي طلعوا على أوروبا. على أوروبا. هجرة يعني؟ أي هجرة. شرعية ولا غير شرعية؟ لا لا أكيد شرعية. شرعية. هجرة شرعية. يعني ما دفعتوا فلوس وكذا وهذا؟ لا أنا ما أنصح أحد يطلع هجرة شرعية. أوكي. لأن يجازف في حياته وإحنا حياتنا غالية. مو إنه أنت تجازف بيها على مود والله على مود أوروبا. ما أنصح. ليش أنت تشوف أنا صار لي 10 سنوات كان أقدر أطلع بهجرة غير شرعية. أوكي. وأخلي أهلي وأخلي نفسي بتهلكة أنا في غنى عنها. طيب أنت قلت لي أكو أسباب. الأسباب كانت طائفية. الأسباب نوعا ما. هجرتك من العراق إلى إسطنبول؟ أنا إيهاب هجرتي من العراق بعد أحداث الطائفية. تعرف أنت صارت أحداث طائفية بالعراق بسنة 2006. أكيد. أنا والدي انقتل بال 2006. انقتل قدام عيني يرحم والديك. بسبب طائفي يعني؟ بسبب طائفي. لا هو إحنا نقول الطائفية هي دخيلة على العراق. مو إحنا اللي خلقناها. هي دخيلة على العراق. خسرت والدك. خسرت والدي بسبب الإرهاب. إرهاب. وشلون انقتل قدامك يعني؟ انقتل قدام عيني. يعني شلون طالعين انتم من البيت وجو الناس ضربوا؟ كاني بالبيت كنت برا دخلت للبيت هو كان بالباب مال احنا نسميه طرمان بالطرمان فأني داخل للبيت سمعت صوت طلقات ندق الباب ورا ما صاح هو ابوي الله يرحمه منه صار رمي طلقات رمي قوي 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 كلش قوي ما انسى هذا اليوم طبعا فأنا صغير من ركضت على والدي الله يرحمه لقيتها بالقاع الدماية كل مكان فهو يعني هو عايش ووالدي الله يرحمه كان شوي قوي فعايش فيلزم بي يشوف انه أنا خاف تأذيت او خاف صار بي شيء وراها اخذناه للمستشفى استشهد بالمستشفى الله يرحمه الله يرحمه يرحمه انا بقيت انت ووالدتك وايضا والدتي هم توفي الله يرحمها
بالسنة 99. كرهت البلد بهاي اللحظة؟ كرهت بلدك، منطقتك، ديرتك؟ شوف بال 2006 أنا كنت صغير، كلش صغير يعني، بس الطفل هنا يكون حساس أكثر، وهذا والدك. كرهت الناس كلها. كرهت الناس كلها يعني. يعني بهذيك اللحظة بهذيك اللحظة وأنا صغير. إي لو مو بالعراق كان والدك عايش. أكيد أكيد طبعا. هذا اللي أقصده، هنا شنو هاي الحادثة، شنو اللي بلحظة شنو كان الشعور؟ شوفي غير إنه أنت كشعور إنه خلاص خسرت والدك. خسرت والدي، وهاي الحادثة أثرت وايد على نفسيتي، إنه ظلت راسخة بعقلي أو باقي نقول. خفت؟ اللي شخص اللي فاقد الأب والأم يخاف نهائي. بنفس اللحظة وأنت اليوم يعني ينقتل الواحد وصوت إطلاقات رصاص. أي. وانت طفل هذا ما خفت يعني؟ طبعا طبعا. زرعت عندك فوبيا؟ بعمري يعني بعمري انا صغير اكيد خفت، بس بنفس الوقت خلت على مدار السنين حزن موجود او مترسخ بالقلب، او يمكن هذا سبب السكونه اللي عندي والهدوء اللي عندي بهذا السبب. هسه ما سالتك السؤال، رجعت فلاش باك لهذا الميموري، رجعت السيناريو والقصة هاي كلها فلاش باك، كلها رجع عندي. كانت المحطة الأولى هنا كانت إنه هي إسطنبول، على أثرها ليش اختاريت إسطنبول والأهل طلعوا أوروبا؟ أنا شوف مو هي تبقى هنا قصة لجوء، إنه أنا مقدم لجوء إلى قدمت لجوء. إيه فالملف إنه تعرف هذا يندرس وهاي. وقدمت أوراقك وقدمت أوراق وأوراق الحادثة أكيد. آه. ولحد الآن إنه هو ما طلب. ماكو جواب. من 2015. من 2015. من 2015. بدك تقولي إنه أنت الوالدة من 99 وأيضاً وأنت خاسر والدك، وسامحني على السؤال بس أنت اليوم ربما أنت اليوم قدوة لكثير من الناس اللي هي تشاهدنا، وعندها مصائب نفس مصائبك أنت بالتحديد، وبالتالي يا أما إنه هذه المصائب تخليه قاعد ببيته وفاشل، يا أما إنه هي تكون إنه هي نقطة تحول بحياته ويكون إنه هو شخص عصامي وناجح، وخصوصاً الشباب اللي هم بعمرك. اللقب اليتيم أخذ من صحتك، أخذ من أحلامك، أخذ من سعادتك، أخذ من هواي أشياء بحياتك ومن طفولتك، أخذ من عمري، أخذ من عمري هواية يعني. من الشخص يكون يتيم الأب والأم شنو يعني؟ صعبة كلش، صعبة كلش، وخاصة شوف من تتحمل المسؤولية وأنت عمرك 10 سنوات تتحمل المسؤولية. تشتغل؟ أنا من نوع كنت المدلل كلش عند الوالد كلش بصورة. شنو كان هو يشتغل؟ والدي كان مدير فني بوزارة الإسكان والتعمير. وكان عقيد بالنظام السابق. عقيد مهندس. طبعا تبقى انه انت ذكرياتك ويا ابوك، انا والدتي الله يرحمها ما لحق عليها. ما لحق عليها لان سنه 99 انا عمري 4 سنوات 3 سنوات توفت موت الله نقول بالمرض يعني الله يرحمها. فوالدي كان هو الاب والام بنفس الوقت. ما تزوج؟ بعدين تزوج. فانه انت طفل فالاب في مثابة إنه هو أبوك وأمك بنفس الوقت، إنه هو ينومك أنت تنام يمه، هو يقعدك في لبسك يوديك للمدرسة، يساعدك بالسيارة، يخلي لك العطر وأنت صغير، هواي شغلات إنه أبقى أتذكرها ما تروح من بالي. أنت هذا خلق عندك هذا الموضوع لحد الآن؟ لما نشوف أصدقائك؟ أكيد أكيد، أنا دائما أشوف الأصدقاء اللي عندي هم كلهم يعرفون. من اشوف شخص يتعامل ويا ابوه بطريقه ما حلوه كلش اضج، وتوصل انه اقطع علاقتي وياه في سبيل انه يصلح علاقته ويا ابوه او امه. تشابه بهاي النقطه. إيه؟ لان شوف اقول له مثلا انت عندك نعمه وهاي نعمه كبيره، مهما كان الاب يبقى اب، ومهما كانت الام تبقى ام. مثلا انه يحكي لك انه يقول لك والله ابوي مضوجني، امي مضوجني، خاصه هسه مشاكل الشباب بصوره عامه شوية متبطرين على نعمة الله نقول، فنقول له دير بالك حافظ على هاي النعمة. وإحنا صرنا بزمن عقوق اللي أنت اليوم تشوفه. هواية عقوق الوالدين. عقوقك هواية بصورة مو طبيعية، يعني توصل مرحلة الأب الابن يشمر أبوه بالشارع.
إذا نشوف بالتلفزيون أو بالشارع أو كل دولة مو فقط ب... لا إحنا نقول ظروف الحياة كل مكان العاطفة تغيرت أو شخص ما مقدر النعمة اللي هو بيها. الغربة خلتك إنه أنت ما تزور قبر والدتك ووالدك اللي هاي 10 سنين؟ أنا أكثر شيء مشتاق أنت سويت بي. شوفاني إذا إن شاء الله بخير والسلامة رجعت للعراق أول شيء أسوي يعني أنزل مطار النجف. مطار؟ إي مشان تزور أبوي الله يرحمه وأمي. إلى رحمة الله. وأنا أتمنى لكل اللي يشاهدنا جمهورك أو جمهور السومرية أو جمهور البرنامج إن هو قراءة الفاتحة أيضا لهم، وكون إن هم تركوا بذرة جميلة اللي أنا أسمع عنك فلاش باك بستات حتى بحياتك الشخصية. أنت شخص عصامي وأيضا كمان إنسان مستقيم محب للآخر والسلام الداخلي. شرب شايك. شكرا. أوكي. سادس علمي. تركت الدراسة في سبيل المسؤوليات وفي سبيل أيضا الظروف وهاجرت، ومقدم أيضا أنه أنت على اليو أم. هنا شون دخلت المشوار الفني؟ عن طريق الصدفة، عن طريق أبليكيشن، أكاونت معين فني، وأول عمل منو كان؟ أول عمل إجا عن طريق صديق. أنا من النوع أحب التجربة. تحب التجربة؟ أي. أول شيء شون أنت يعني قبل لا تجاوبني أنت شلون حبيت التمثيل؟ أنا شوف مو أكو شخص شوف أنا ما أقول لك إنه أنا كانت عندي موهبة التمثيل ومن أنا طفل أعشق التمثيل، لا هذا شيء. حبيته شو كي؟ من جربت شفت يعني شوف شفت الكاميرا شيء صعب إنه من توقف مقابل الكاميرا ومقابل تيم ظهر الكاميرا يوصل 10 أشخاص أو 20 شخص أو أكثر، فشيء صعب يعني. أنا أول مرة خبرني صديق قال لي يردون كومبارس كومبارس صامت بدعاية من الدعايات عراقية. هذه أي سنة؟ بسنة 2000 تقريبا 19 أو 18 قبل الكورونا يعني؟ أي قبل الكورونا 18 كانت الدعاية أو الإعلان من إخراج مهند أبو خمرة. موجه له تحية طبعا. يردون كومبارس صامت اوكي. رحت هناك شغله سهله يعني عبالي هاي هاني ما حكيت وما وصير توتر مو طبيعي. اوكي. انا من النوع احب الشيء صعب. يعني اذا اشوف شيء صعب احبه. فمن هذا الاعلان قلت هاني لازم اصير ممثل. يعني انت مثلت بالاعلان انت كممثل؟ لا 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 ككومبارس. كومبارس. لا قلت لازم اصير ممثل. ها لازم تصير ممثل. زين ما لها علاقه الاعلانات بالتمثيل؟ لا الكوم شوف بقى الاعلان اكو اعلانات تمثيليه. هو هذا اللي بدي اسالك. يعني انت مثلت بالاعلان تمثيلية. هذا كومبارس؟ انا طلعت كومبارس. اي. موجود. ها انت حبيت زملائك اللي بالاعلان انه هو كمشهد حبيت تمثيل. الممثلين اللي موجودين قلت انه انا لازم اصير ممثل مثلهم. حبيت التعامل معاهم ولا مو حبيت كل شيء؟ كل شيء ها؟ اكيد. بعدها جاني همي أنا عمل على مسلسل حلم وخيال. حلم وخيال اللي هو بطولة حسام الرسام. ملايين. ملايين. اسماء صفاء. إخراج علي أبو خمرة. علي أبو خمرة. وجه لهم تحية طبعا. كان هذا أول عمل لحسام الرسام. هذا أول عمل كان لحسام الرسام. حس إنه هاي فرصة لأنه أنت تشاهدت لأن هذا أول عمل لنجم مثل حسام. وكان رجوع ملايين ايضا للشاشه من خلال هذا العمل بعد فتره كبيره. شلون هم صديق؟ هم عن طريق صديق. اي مو عن طريق شركه، عن طريق صديق. رادوك بوديجارد انت تكون؟ لا مو بوديجارد. شوف خل اضحك. رحنا انا وصديق. اوكي. انه دم مثل هو من اله. رحنا اني وصديق، لا مو هم طلبوا. اوكي. طلبوا انه ايه. ممثلين. ممثلين. ايه. ان انت تعرف انه قبل نروح دخلونا مثل التجارب اداء. قاعد المخرج سواء تجارب اداء قبلها باسبوع او اسبوعين. بروفات. قدام ستيج وصعد مع الستيج وقدم مشهد تمثيلي. اللي اقتنع بيهم قال لك هذا اريده هذا اريده هذا اريده. فمن وصل انه يوم التصوير مالتنا قبلها بيومين خبرونا انه يوم التصوير هذا اليوم. اوكي. رحنا انا وصديق. هو كان اكو دور ضابط واكو دور موظف مال بلديه. اوكي. كون انه هي المسلسل فور فني يعني بيها مافيات
بها كذا وكوميدي مع تراجيدي. صح. وحسام طلع زعيم ايضا مافيا، زعيم عصابه، وانت من هناك مالك اجسام وجسمك متكامل من خلال الرياضه. فانت اختاريت؟ انا اختاريت، شوف خل اضحكك، قعدنا انا وصديقي قالوا لا لا شوف هو قال لي اريد ضابط، انتوا الاثنين واحد من عندكم يزين شواربه، الضابط يزين لحيته، العفو اي الضابط راح يزين لحيته، يبقى بس الشوارب. اوكي. وموظف البلديه يبقى بس بلحيته وشواربه. اوكي. بوات على صاحبي هيك قلت له انت راح زين لحيته. فاول خطيه قال اوكي انا زين لحيته. ليش ما قبلت الدور انت؟ أنا شوف يا صح، صار شغلة كوميدية أنا وصديقي، إنه تراها أنا قلت له أنت راح زين لحيتك، وقمت أقنعه إنه دورك بضابط حلو هالسؤال. قلت أنا زين لحيتي شوية شفتها صعبة. بس شكلك يتغير؟ شكلي يتغير أو شيء. أول ظهور. إيه أول ظهور. مو؟ قلت لازم أبين حلو قدام الكاميرا لحية وكذا. ها أوكي. إيه فصاحبي خطيه اقتنع. أها. دفعته اقتنع راح زين لحيته. راح هو ضابط. شكله حلو ولا لا؟ اي حلو. نوجه له التحيه. نوجه له التحيه حسين صاحبي اكيد. طبعا. فانت وافقت يا شخصيه؟ انا وافقت موظف البلديه اللي بقي لحيته. اللي بقي لحيته. اللي بقي لحيته. اللي بدله وكذا وطالع. بدله وقاط وقميص. اعطاني الناس حفظته، حتى قدمت مثل الطبيعي كلش طبيعي. تجربه اضافت لك هذه؟ اكيد. من نهايه بديت. الصداقات اللي موجوده، انت اول مره تشوف نجوم بلدك. يعني بالحقيقة علي أبو خمرة أيضا إلى أعمال جميلة في أكيد العراق أكيد يعني أكيد أكيد. وكونه أيضا حتى يعتبر أنه هو من أحد صناع الدراما العراقية. طبعا. أضافت لك أضافت على الصعيد الشخصي بعلاقات بتجربة، وأرد أسمع أيضا الفيدباك عنك شنو قال عنك بالست أو من خلال النجوم اللي موجودين كممثل. من بداية شاد بيك اللي عاشت إيدك يعني علي. من أي من علي أبو خمرة أي من أنت أول شيء أو مساعد المخرج همين قال لي عاشت إيدك. ملايين وأسماء معروفات إنهم يكونون لا معروفات مو كفنانين، معروفات إنهم بأخلاقهم المهنية ينطون مساحة للمبتدئ للأدوار اللي موجودة للمواهب الجديدة. أنا سؤالي على حسام الرسام. إحنا شوف أسماء صفاء، ست أسماء صفاء وست ملايين، إحنا ذولي نقول نتعلم من عندهم الفن والتمثيل طبعا. اللي هم لأن هم أقدم من عندنا. حسام. حسام المرة الثالثة أسألك. حسام ما أعطاك مساحة، رحب بي. أكيد 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 طبعا. أوكي علاوي عاشت إيدك كذا، هاي الكلمات المعنوية أكيد طبعا أعطاك إياها. أكيد طبعا أعطاك إياها، وبالتالي المسلسل نجح يعني نجح وتشاف وتشاف وتشاهد طلع برمضان يعني فاهم؟ برمضان اللي ذاك راح العام الماضي العام قبل. شو استفاديت من المخرج علي أبو خمرة؟ من شفته بالحقيقة، من يقول كيو، من يقعد وياكم، من يوظفكم، شنو استفاديت من عنده؟ شوف اللي استفاديته أنه أنا ردت أحصل تجربة، أنه أنا بداية انطلاقة تجربة نسميه. وكمان أيضا يكون أنه عندك شيء مؤرشف هنا حتى مؤرشف. يجي عمل ثاني يشوفون علي. صح أكيد أكيد. من يشوفون علي أنه أشوف أغلب شركات الكاستنج من تريد ممثلين تريد عندك باع او مشاهد طبعًا. قديمه او انت داخل بمسلسل طبعا من تقول لهم اني كل شيء ما عندي يمكن تصير فرصه مالتك قليله قليله مو مثل ما انت عندك مشاهد قديمه عندك مثلا داخل باعمال داخل مسلسلات لان كاميرات الكاستنج تبع الموبايل غير كاميرات الدراما يعني هنا بالتالي انه رياكشناتك مدروسه وقفتك تعاملك مع الكاميرات والتيم التيم العمل بعض ممثلين من مسلسل حيرة ما تقبلوك عكس مسلسل حلم وخيال تقبلوك بكل رحابة صدر. حيرة شلون اجى وبالتالي انه بحيرة عمل نجح عندنا بالعراق وبالوطن العربي كون انه هو اول عمل سوبر اوبرا يعني وبالتالي بنجوم من الشباب ونجوم من الاعلام العراقي ونجوم ايضا حتى من خلال الرواد الفني اضافة الى المدرسة التركية 5000 شخص انه هو يكون يشتغل وياكم عمل طويل جدا وحدوته العمل ايضا جميله ومع انه هو يكون كاول عمل انه هو يخرج عن الساحه الفنيه العراقيه شلون ترشحت للدور؟ شوفاني قبل لا اعرف انه هي مسلسل حيره راح تتصور قدمت على شركات مع الكاستنج
وكانت احدى الشركات اللي هي كاستن بلاس اوكي بإدارة طبعا السيدة ماري ماري ملحم وجه لها تحية طبعا اكيد هي صاحبة فضل عليها تعرف انت فقالت لي اكو مسلسل جديد راح يدي تصويره باسطنبول انت لازم تقدم سي في تقدم مشاهدك القديمه شوف احنا هنا نربط مشاهدك القديمه لازم ترسلها انت شركات الكاستنج اوكي اي شخص هاي معلومات لاي شخص سي. اذا كان خريج فنون جميله او كان هاوي التمثيل او عنده شغف بالتمثيل انه يتعلم شلون يقدم شلون يعرف أكيد. اي فقدمت لهم سي في انه كذا وكذا طلعت وهيك وهيك صورك وهاي الامور دزيتها وراها انتظر جواب هم شو يسوون؟ يقدمون السي في مالتك للمخرج اكيد مخرج يشوفك مخرج يقتنع يدز لك الناس شوف هي على مراحل بعدين دزولي فيديو انه انا هذا فيديو اصوره قدام كاميرا التليفون فصورته طبيعي وهاي انا طبعا كنت كلش فرحان من قالوا لي انه انت اخذ هذا الناس وصوره بالتليفون اللي هي شخصيه شاكه ولا بعدها كانت الشخصيه ما مكتوبه لان كانت الشخصيات المسلسل انه هي من السيد ايضا حامد المالكي انه هي كان انه هي تنبعث يعني 10 حلقات ب10 حلقات كانت مكتوبه شخصيه شاكه لا شوفاني بالبداية دزولي غير شخصية أي شخصية كنت تمنعته؟ ما أتذكر بالشخصية بسيطة بسيطة كلش يعني يمكن يطلع بحلقة أو هيك أوكي دزولي صورته الفيديو دزيته المخرج اختارني شخصية شاكر عن طريق هذا الفيديو عن طريق الفيديو عن طريق هذا الفيديو قال أنا أريد الشخصية شاكر بعدين دزولي مع شاكر أوكي أنه تعال صوره فقبل انقبلت بنفس اليوم حبوك الممثلين العراقيين سواء كانوا الشباب او الرواد تقبلوك كموهبه جديده ولو انه انت عندك عمل غيره انطوك مساحه انطوك ارتياح اكيد ولا لا مثل ما المشاكل اللي سمعناها اللي كانت داخل السيت كبدايه انا من رحت دا اصور اول مشهد شان كانوا وياي كل السلسين الممثلين والمخرج المخرج يعني انا حكيت على التيم العراقي التيم العراقي تقبلك شافوك سلموا عليك انطوك مساحه ولا كان لا مثل ما بعض الممثلين واجهوا صعوبات بالتقبل الاخر بالعمل البعض اي والبعض لا البعض تقبلك البعض تقبلني والبعض لا البعض لا اللي هو انت عندك مشاهد وياهم واجهت نعم. صعوبه بالتكنيك معاهم مو واجهت صعوبه بالمشاهد وانما بالتكنيك بالتكنيك اذا انا ما متقبلك وانت المفروض انه يكون بيني وبينك مشهد تمثيلي كيف اطلع انا اكون بيرفكت واريد كمان انه انا يكون علي حضور قوي ويقولون علي ممثل قوي شلون خلقت هاي الاليه لك او هذا الجو لك شوف هسه مثلا انا تلغي الاخر تماما اكيد تلغي الاخر تلغي انا بالنسبه لي انه اذا اني وايهاب مشهد واحد لازم هذا المشهد يطلع كلش حلو لازم ينجح هذا المشهد لان هذا عمل لواجهه العراق تقبلهم منصه عربيه اي عدم تقبلهم لك غرورهم او استعزازهم ولا انهم كون انهم طلعوا اكثر من عمل بتفسيره او تحليله اللي ما تقبلني نقول 10% يعني من الممثلين 10% 90% تقبلني وحبني كلش 10% كلش ما يعني سلام عليكم سلام خلاص حزت بخاطرك اولاد بلدك اكيد هذا اي اكيد حزت بخاطرك لو كان اللي ما متقبلك داي شهدك الان ويا شن حاب تقول له بعد ما خلص العمل ونجح العمل وتفرقت كل ما رجع بمكانه الصحيح شو تقول له اقول له يعني لو متقرب من عندي كان فهمتني اكثر كان حبيت التواضع حلو التواضع كلش حلو حلو ولا تشوف نفسك على غيرك مهما تكون اذا كنت ممثل ناجح او غير ناجح او مشهور او هاي لا تشوف نفسك على غيرك مثل ما انت بديت من الصفر فزميلك المقابلك بده يحاول يبدي من الصفر فانت ايهاب واجهت هاي المعاناه من بديت من الصفر فانت تعرف هاي المعاناه اللي شخص المقابلك شلون راح يواجهها شلون راح يبدي بيها لازم تكون وياه مو ضده
او تكون ويا مو تغار من عنده، عرفت شلون؟ اكو هاي الامور لازم نركز عليها. لو الاعمال اللي جايه بيهم اللي ما متقبليك راح تشتغلوا وياهم؟ ما نعرف باس. لو هذول اللي ما تقبلوك ال 10% وجاك عملهم وانت معاهم بالتحديد راح توافق؟ وهذا كان العمل مثلا ينقلك نقله ثانيه؟ راح اوافق بصوره طريقه واحده، انه احنا نقعد نتفق على هواي اشياء قبل لا ندخل بالعمل. لنشوف احنا، شوف هذا العمل عباره عن طبق. هذا طبق، اذا خليت قطره مال سم بهذا الطبق راح يخرب الطبق كله، عرفت شلون؟ اكيد المعونق راح يصير كله مسمم. فالعمل نفسي يعني، اذا كان شخص بالعمل مسموم راح نقول يخرب على نفسيه بعض الممثلين او يخلي الامور يصعبها شويه، عرفت شلون؟ وهذول ال 10% ما مسوي لك فولو على انستغرام؟ ايش ما ادريك. اي صح، تحز بخاطرك. هو فولو، شوف هو فولو على قولتك، هو فولو لا يقدم ولا يؤخر، لا يكبر ولا يصغر. شوف هو فولو لا يكبر ولا يصغر. اعيد السؤال، ال 10% ما عامل لك فولو على التواصل الاجتماعي، حزت بخاطرك وانت جزء من المسلسل ومن نجاح المسلسل؟ اكيد حزت بخاطري. حزت بخاطرك. أيه. بس بنفس الوقت اكو ناس كانوا كلش داعمين وياي بالمسلسل. بالمناسبه دوري ال 10% انت سويت فولو. شفت عدم التقبل الرضا، انت رفعت الفولو. اي صحيح صحيح اكيد. ترى انا انه انا شخص اتقبلك. أيه. انت اذا ما تتقبلني انا ليش رفعت الفولو انت؟ قررت تعامل المثل بالمثل؟ هو البادي هذا. انت انسان وانا انسان، ماكو واحد يختلف عن الثاني. يعني لا اني الله سبحانه وتعالى منطيني شيء يميزني عنك، احنا كنا بالاخير بشر، بالتالي ماكو شيء يدوم. التواضع حلو ايهاب، ماكو شيء راح يخلد. اوكي يعني أوكي. ما من ممكن انه خلص راح تظل انت الشاب الحلو الصغير السوبر هيرو على طول والاضواء. راح يجي يوم راح تقعد بالبيت او راح يجي يوم راح ترحل من هذه الحياه. اكيد فاهم يعني. أيه. اكو اكثر من مجد عبد الحليم او مجد ام كلثوم او مجد ايضا قبل ايام رحل عن الدنيا ياس خضر او كريم العراقي، خلاص ناس راحت بس تركت اثر طيب، تركت انه اكو تعاون. فهذا اللي اقصده، واحنا ما اعرف انه هذه هل ينقصنا هذا عدم التلاحم مع بعض، هل انه اللي يقال انه هو عدوك ابن كارك، انت مع هذه المقوله عدوك ابن كارك؟ انا ويا هاي المقوله. أيه. يا مقوله عدوك ويا ابن كارك. ابن كارك ها؟ يمو شوف بكل مجال. بس سمعت انت عشتها. انا عشتها هاي. كنت اسمعها. ايه. قبل لا ادخل. ومن عشتها؟ من عشتها ضجت هوايه. ضجت بس عبرت، انا من النوع اللي اعبر. ابد ما اهتم. يعني عندي فن اللامبالاه انه كلش ما اهتم. انه هذا الشيء تمام، كل شخص وشخصيته، كل شخص ونفسيته. وبنفس الوقت كل شخص وتربيته. الشيء اللي تربى عليه هو شنو؟ أنا بالنسبة لي أجازيك بالإحسان، أنت شنو تجازيني؟ عرفت شلون؟ أوكي، زهراء بالميم، كان العمل موجود وكان إنه أنت أول ظهورك ويا زهراء. ويا زهراء. بعدين إنه غابت زهراء بسبب المشاكل اللي موجودة، انضمت أيضاً كاتي. أنا ما صورت ويا كاتي. ما صورت وياها. يعني انتهت مشاهدي ويا زهراء. زهراء من بيئة معينة ومن بلد معين، وعندك أيضا براء الزبيدي من بيئة معينة، وكان أنه أنت مشاهدك مع الاثنين الارتياح بدون مجاملة مع مين كان؟ وأكو فارق عمري وأنت بيناتكم ثلاثتكم. يعني اللي ارتاحت أكثر بالتصوير ويا كل ارتاحت. رأس الدبلوماسي. ولا باس زهراء بن ميم كانت شوية أريح بالتصوير. أريح بالتصوير كلش. لو كانت تشوفك زهراء شو تقولها؟ أقولها شكرا على مشاهدنا اللي طلعت حلوة. أوكي. مشاهدنا كانت حلوة كلش. براها موجه لها تحية. موجه لها تحية. إسهابة؟ فنانة عراقية. فنانة عراقية. عراقية. إيه. أوكي. أعمالها حلوة. وكان عندك مشاهد مع أليكس، وكان مشاهدك مع إياد الطائي، ومع كل التيم المسلسل اللي انت من تدخلهم وطالع انت الغني وشاكر وكذا. استاذ اياد الطائي نوجه له تحيه. شوف استاذ اياد الطائي عباره عن خبره. انسان خبره. عنده باع طويل بالفن. عرفت شلون؟
من مسرح، من أعمال قديمة. من حبيت الانضمام الإعلامي لتواجد إنه هذا المسلسل وجود بكر خالد، وجه له التحية. وجه له التحية. أحمد الخفاجي. أحمد الوردة. وكوني أنا أيضا من الإعلام وياهم، يعني أيه. ثلاث إعلاميين انضافين للمسلسل. حبيت التواجد، صار أكو تواجد فني شبابي، يعني نجي خان الذهب أيضا سيف. أيه. سيوفي الوجه له التحية. هواي من الشباب الآن موجودين. حبيت إنه هذه العجلة اللي موجودة، الفن اللي موجودة، الريادة رجعت من جديد كفن عراقي، كمسلسلات عراقية. حاب إيهاب، إحنا هسه حاليا آخر سنتين أكو تطور بيصير بالسينما العراقية، بالدراما العراقية. الدراما العراقية، العفو، بالدراما العراقية يصير أكو تطور، أعمال جديدة. يمكن نقول إحنا كانت قبل أعوالنا مغلقة بس بالعراق، وإنتاجياتها قليلة، وإنتاجياتها كلش قليلة. يعني تلقى بالسنة مسلسل أو مسلسلتين أو بالزايد ثلاثة. ما أعرف السبب، يعني جزء منتجين قليلين أو ما أعرف شنو هذا السبب. بس هسه آخر سنوات قام يصير إنتاج حلو. بدت أعمالنا تشوفها الوطن العربي، عربيا يعني، وأيضا حتى العربية. الإعلام العربي أيضا يسلط الضوء. إحنا راح نسولف أنا وياك بهاي هذا الموضوع أو هاي الجزئية، وراح أسولف على الإعلام إشقد مهم اليوم للسليبرتي حين ما يوظفه بالتوظيف الصح ويظهر بالظهور الإعلامي، وأي إعلام من عجم، سواء كان إعلام تلفزيوني أو إنه هو مرئي أو إنه هو يكون خلاص من خلال الميديا. الإعلانات اليوم كل زملائك وأقرانك إنه دي يسوون إعلانات، عندك ببالك هذا الموضوع إنه تدخل السوق الإعلاني؟ الأشكال والتجميل هاي. أوكي، الآن اللي دي يصير هو السبورت لك إنه هو يدخلك للعمل، وراح أحكي على العلاقات والواسطات والرشاوي اللي هي تكون عندنا صارت للأسف بالأعمال، وصار ماكو شيء هو ينضم لا على المشاهد ولا على الإعلام ولا على الممثل. أكيد. تمام؟ تمام. كل هذا بعد بعد الفاصل. وهنا انتظرونا بعد الفاصل. اليوم ويا إيهاب، أنا طبعاً هذا أول ظهور لي إعلامياً، فأكو فرق بين الإعلامي والاستخبارات. فإيهاب ما شاء الله عليه يشتغل بالاستخبارات، يعني يعرف شغلات عني أنا ما أعرفها. طبعاً اليوم إيهاب فتح جروح قديمة، فقدان الأب والأم صعب، مو أي شخص يتحمله. أنا ما ردت أحكي بهذا الموضوع، بس حبيت تكون حياتي صفحة بيضة قدام الناس اللي يتابعونا. تظرونا بعد الفاصل. المسلسلات العراقية الجديدة صارت تعتمد على الرشاوي، على الشخصيات، على العلاقات، على الواسطات أو على النفوذ. إيش قد مهمة الإعلانات اليوم لاسم الفنان أو السليبرتي بشكل عام؟ اليوم الإعلانات أو الدعايات، في ناس تصور دعايات وفي ناس تصور إعلانات، ومن أقرانك وزملائك سواء بالميديا أو حتى من خلال المجال التمثيلي، وأكو ناس تقبلها وأكو ناس ما تتقبلها. يقول لك أنه أنا ما أريد أشتت حالي، بالتالي أنا ممثل ممثل، مغني مغني. وأكو ناس تقول لك لا، أنه هذا رزق بالظهور وأيضا هو رزق بالمادة. أنت مع الدعايات تصور؟ أنا مع الدعايات إذا كانت بنمط محدود، يعني توظيفها صح، توظيفها صح وما تقلل من شخصيتك. يعني تكون دعايات مدروسة. يعني تصور مثلا دعاية عليش عادي؟ لا يعني مو هي دعاية. شبس. اي شكو بيها شبس عادي. هواي ممثلين هسه انت اذا تروح على، انا ما لي علاقة بالهواي، علي انت. شوف انت كعلي. انا كعلي اوكي. بس اذا كانت مدروسة ودعاية ما تقلل من شخصيتك، ليش لا؟ اوكي. مو كل شيء مادة انه انا اباوع على هاي الدعاية انه راح يجيني من عندها كذا مبلغ. لا، بالبداية لازم تكون، يعني انت تدرس الدعايات المحلية ولا انه هي تكون، لا انه براندات تكون دعايات عربية؟ بالعكس، انت من تسوي دعاية راح تكون واجهة لهاي الشركة للمستهلك. للمستهلك. فانت من تسوي شيء للمستهلك لازم ما تغشه. هسا نلاحظ احنا اكو هواي من الفنانين او مشاهير او ما اي شيء يسوي له دعاية، اللي يجي اي شيء اي شيء. ف انت ما يصير تغش المستهلك. يعني هذا الشيء من يكون براند ومصدق او يعني مرخص من الدوله هذا البراند،
او مثلا اذا كانت مثلا استهلاك استهلاكي او غذائي مرخص من وزاره الصحه. فالشيء انه انت اوكي ما تغش المستهلك، تنطيه شيء يفيده، عرفت شلون؟ وبالمقابل انت راح تستفاد. اليوم الترشيحات من خلال الاعمال الاجراميه او الاعمال الفنيه تعتمد على الوسامه كشباب، تعتمد على المواهب، تعتمد على العلاقات، تعتمد على الواسطات، تعتمد على الرشاوي. الظهور المستمر بالاعمال، شوف الظهور المستمر بالاعمال والترشيحات. ترشيحات اكيد بصوره عامه، بس أو اليوم ليش نقول ترشيحات؟ احنا نقول الفرص. الفرص اليوم انا اشوفك هوايه مظلومين. يعني بتجاوبني وانا اعطيتك خمس انماط. تعتمد على على الوسامه، على الموهبه، على الواسطات اللي هي العلاقات، او على الرشاوي. الوسامه والعلاقات. الوسامه والعلاقات. وبالاواخر قاموا يعني شلون اقول لك ينتبهون للارقام مال السوشيال ميديا، انه شخص عنده يباعوا لك رقم، بس مو اغلبهم فيك. اغلبهم صاروا ان المنتجين ان هم مو مشاهدات فيك. اي فاني اقول لك انه الاغلب قام يعتمد على العلاقات والارقام. عرفت شلون؟ الارقام الوهميه اللي هسه تصير حاليا بال اي الارقام الوهميه، انه انت اذا عندك رقم وهمي انا اجيبك كمنتج، انت رقمك وهمي، انت احتمال تغش للمنتج بهذا الرقم الوهمي. زين والرشاوي؟ اكو رشاوي؟ انا شيء اذا ما اشوفه بعيني ما اصدق. ولا سامع؟ ممكن اي وممكن لا، لان ما شايفه بعيني. يعني انت اليوم عندك شباب وزملائك انه نحطك بوستراتهم وبطوله فلان، وحتى لو كان اول دور له. انا ما اشجع شخص انه اذا يريد يفوت بالدراما اول عمل له يكون بطوله. بس انت شوف خل اقول لك اياها بصراحه. لا انا اذا اقصد الان اللي بالعراق. اي خلينا نقول باص. هنا هيك خلينا نقول باص. اي اقول لك اي لاف بصوره عامه. يعني هاي افضل انه الشخص ستيب باي ستيب، انه ما ينصدم قبل البطوله. تريد تقنعني اليوم تجيك منتج ويقول لك انت بطل العمل الثاني، تقول له انت والله اني لا ما راح اقبل بطوله، خليني بعدني اسستم بشوار الفني او 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 مجالي او ظهوري؟ ما من ممكن. انا بالنسبه لي ممكن، ليش لا؟ انا ما اريد اطلع بصوره انه ممكن هذا العمل يدمرني، ينهي مستقبلك بهذا العمل. عرفت شلون؟ بس انت من تبدي خطوه خطوه، هواي نجوم بدوا من خطوه خطوه خطوه، كومبارس مشهد، بعدين تجي البطوله. يعني ستيب باي ستيب خلينا نقولها. ما انصح شخص قبل يبدي البطوله، ما انصح. لازم يتدرج بهذا لازم المشوار. من الشباب تحبهم تشوفهم انه هم اكو مستقبل لهم واعد بالعراق اللي طلعوا، واذا كان ظهور جديد او اذا هم لا صار لهم اكثر من عمل؟ كل الشباب. كل الشباب يعني دعينا عن الاسماء، بس كلهم موهوبين. يعني اللي يدخلون بمجال التمثيل موهوبين. احنا نشوف تطور. ما يسوي لك بلوك؟ ها ما يسوي لك بلوك؟ لا عادي. انت من اللي عجبك؟ من اللي يستهويك؟ من اللي شفته اليوم انه تقول اتمنى انه يخلق لي فرصه معاه، وبالتالي انه اواجهه امام الكاميرا ونكون انا ويا ديو بمسلسل؟ منو عندنا؟ مهند ستار موهوب جدا. مهند ستار احمد الخفاجي حمودي وجلال موهوب جدا، اخر اعماله كلش حلوه. حتى بسيف، بشخصية سيف أبدع بخانة الذهب. كلهم حلوين. عندك حيدر عبد الثامر، أوجه له تحية، أستاذ حيدر عبد الثامر. أنت أحس الشخصية أنه تحب أنه تكون الأعمال أنه هي تكون دراما كلش. يعني ما أحس أنه أنت عندك نمط كوميدي إذا أجاك عمل كوميدي، ولا الممثل ما له علاقة، النص راح يخلق عنده تكنيك تمثيلي ذات سواء تراجيدي أو أنه يكون كوميدي. أنت حسب الشخصية اللي راح تتقبسها. تقدر تمثل كوميدي؟ عندك إمكانية؟ ممكن، بس مو بشكل الدراما. الدراما أنا من عشاق الدراما، أحب الدراما أكثر. رومانتك أنت تحب أكثر هم صح؟ ليش لا أحب الرومانتك؟ لا أنه القصص أنه هي تكون بها رومانسية يعني أكثر من ما هي تكون اجتماعية. القصص الرومانسية أتمنى تصير أعمال أكشن في العراق. أكشن مثل ما أشوف هوليوود. أعمال أكشن، أعمال متنوعة. متنوعة يعني دراما متنوعة، مو فقط أنه بس رومانسية أو واحد يحب وحده وبعدين بالاخير نهايتهم لو يتزوجون لو لا، لو يموت لو ما تموت. اكيد فلازم يصير تنوع.
تنوع بالشخصيات. تنوع. احنا مقبلين على مهرجانات بالعراق، واحنا بهذا الشهر راح يكون انه اكو مهرجان لاول مره ما بعد انقطاع 20 سنه، وبافتتاح ساحه الاحتفالات في بغداد. وصلت لك دعوه؟ لا. شفت اكيد شفت الاعلان الترويجي؟ شفت الاعلان. لان راح يكون بضيوف من خارج العراق. ايوه. نجوم خليج ونجوم عرب. فرحان بهذا انه الرياده خلاص رجعت الى بغداد، الرياده الفنيه. اكيد طبعا فرحان. الرياده هسه قدمت العراق هسه اخر السنوات دا يبدي ينافس عربيا. اليوم العراق اخر 3 سنوات او 4 سنوات طلع من المنافسه المحليه، بدا ينافس عربيا. وهذا الشيء كلش حلو بالنسبه للدراما العراقيه. دراما والاغاني العراقيه. اغاني العراقيه ترند بالوطن العربي. هسه انت اسال اي عربي منو ما يسمع عراقي؟ اغاني هنا عراقيه. انه بسبب الاغاني العراقيه الناس قامت تعرف اللهجه العراقيه هوايه. هسه نشوف المصري قام يتعلم لهجه عراقيه بسبب الاغاني، واللبناني والسوري. اللبناني والسوري قاموا يتعلمون اللهجه العراقيه. طبعا لهم صعبه تصير بس يتعلموها بسبب الاغاني. علي، من المخرجين او الكتاب اللي انت حاب تكونوا تحت ايدهم تحت اعمالهم من العراق؟ اسماء. بس هواي اكو مخرجين مبدعين. مبدع مثل استاذ اوس الشرق، نوجه له تحيه. نوجه له تحيه. مهند ابو خمره. يعني ليش لا؟ انه اصحاب باع بهذا الفن، وهم بالنهايه يعني قاموا يوجهون الدراما طريق صحيح. اكيد هذول المخرجين اسماء ممثلين عندنا احنا فنانين كبار. انت حاب تتمنى انه تمثل قدامهم؟ قدام يعني انا يعني بالنسبه لي مثلا اتمنى قدام الاستاذ بهجة الجبوري. بهجة الجبوري ممثل مبدع اكيد، له باع طويل بالفن اكيد، نقامات الفن العراقي اكيد. طبعا عندنا استاذ سامي قفطان، استاذ اياد الطائي اكيد. هذول كلهم اسماء نتعلم من عندهم احنا كجيل جديد جاي للفن. انت كنت شاطر وذكي وانت ما بعد مسلسل حيره. انت المخرج التركي اشاد بيك واشاد بدورك، ومن ثم نصحك نصيحه انه انت تهتم بموهبتك. انت على غرارها كونك انه حاب المجال ودخلت له بقوه وحصلت حتى اضواء من خلاله، دخلت ورشه تمثيل في تركيا. هذه الورشه اضافت لك؟ انا بعد مسلسل حيره المخرج استاذ ماهر، طبعا وجه له تحيه، ماهر تركي. فمن خلصت المسلسل قال لي ادخل ورشه تمثيل تركيا. فدخلت بعد النصيحه هاي. انا شخص ينطيني نصيحه بالعكس احبه. ان كان صغير او ان كان كبير. فهو اشاد بموهبتي. بعدين انا نصيحته بعد نصيحته انه انا دخلت بورشه تمثيل تركيا. تركيا اضافت لي كلش هوايه. اكو شغلات انا امثل مسلسل الحيره بالورشه تعلمت شغلات اكثر. تعلمت شغلات جديده علي. اضافت لك حتى انه استفادت حتى من خلال تكنيكك بالرياكشنات. الرياكشنات، مخارج الحروف. مخارج الحروف. بالنسبه لل الصورة، أنت صورة المشهد اللي راح تقدمها للمشاهد. الحب مهم إليك؟ الحب؟ العاطفة؟ أكيد مهمة إليك؟ كونه جدي عاطفي. أنا بس عاطفي متنقل بالحب. لا مو متنقل، وإنما يحلي حياتك الحب. يحب إنه يستقر على شيء معين. ما يحب الانتقالات. أنت وفي؟ أكيد وفي. 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 اكو حد زعلان من عندك واليوم فرصة امام الكاميرا تقول له سامحني فهمتني غلط؟ انا من النوع اللي ما احب ازعل احد. اذا زعلت احد يمكن ورا 5 دقائق 10 دقائق اروح اصالحه. تروح الصالحه. اروح اصالحه، واذا انا احس بنفسي غلطان انا اعتذر اول شيء. يعني اظل تحز بقلبي انه اشوف شخص زعل من عندي او ضاج من عندي موقف معين او كلمه او شيء، فتحز بقلبي، فاروح اني ابادر بالمصالحه اول واحد. على صعيد الاحلام شنو حاب مفكر لهذه السنه؟ احنا ما بقينا غير 3 اشهر وتنتهي 23 24. اكو احلام تتمنى تحققها انت؟ اكيد ماكو شخص ما عنده. اكو امنيات انه تتمنى انه كذا وكذا. اولا النجاح، ثانيا توصل للشيء اللي انت تريده، اللي انت بنيت من البدايه شنو تريد؟ أسست لنفسك فكرة إنه أنت تريد توصل لهاي المرحلة. عرفت؟ فأنت مباوع المرحلة معينة. فأنت دتباوع تتمنى هاي الأمنية تجيك.
أريدك تكونين قوية، تلقين هذا اللي اسمه سليم وتخلينا يطلع براتش قدام الكل. أنا أشكرك شكر جزيل. ليش؟ وأتمنى ما سببت لك أي مود هو سيء إنه أنت نودعك به، بالتالي إنه أنت اليوم شخص عصامي، بالتالي أنت إنسان ناجح، لو ما ناجح ما بتكون ضيفي، واسمك ينضاف إلى أسماء عراقية وعربية ظهرت ويانا من خلال الموسم الأول وهذا الموسم الثاني، وراح تكون إنه أنت أقرب الناس إلي مثل ما أني تكلمت عنك على الكاميرا. وأتمنى دائما حياتك هي ما بيها رتوشات، بيها نجاحات، بيها تسفيق، بيها حب الناس إليك، ونورت السليبريتي إن شاء الله للجميع. النور طبعا بنورك أكيد. أني فرصة سعيدة باللقاء أولا، تعرفت بيك ثانية حبيبي أنت، وكسبتك كأخ وصديق أكيد، وأعتز بهاي صداقتك أكيد. وإن شاء الله مو أول لقاء بيناتنا أكيد، لازم نكررها بلقاءات ثانية بيناتنا شخصية أكيد. حبيبي أنا يمكن السؤال إنه هو شوية ضوجك فعادي طيني بوسة. طبعا اليوم إيهاب ما أعرف أحس حاقد علي، يعني قلت له إيهاب أنت لا تدخل بشغلات إنه تذكرني بالأيام صعبة علي، هو مصر اللي يذكرني بالماضي. شكرا لقناة السامرية، شكرا لإيهاب العطية، وانتظروني بأعمال جديدة إن شاء الله، شخصية تختلف عن شخصية شاكر، وأتمنى لكم السعادة والموفقية. تأثرت جدا بي وأنت صرت من أعز الأصدقاء، وإن شاء الله إنه أشوفك في بلدي في دار السلام، ولو إنه هذا الحلم شوية بعيد حسب ما أنت دا تقول لي، أو إن شاء الله إنه أشوفك دائما من خلال أعمال عراقية وعربية إنه هي تليق بمستواك وبمستوى موهبتك. نورت السليبرتي، نورت السومرية، ونورت هذا الفريق اللي هو كمان انه انت بتشيته خلف الكواليس.